بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثلاثة أشياء تدمر السعادة بشكل كامل. معظمنا يجهل هذه الأشياء، معظمنا يرتكب أخطاء في حياته تدمر سعادته وهو لا يشعر. أول شيء أيها الأحبة يفتقده الكثير من الناس، وأهم شيء هو تقنية الصبر. إذا فقدت الصبر ستقع في مستنقع الغضب، ستقع في مشاكل كثيرة جدا تنعكس على القلب والدماغ وسلامة الجسد بشكل كامل، وبالتالي تدمر سعادتك، لأن الصحة هي جزء من السعادة. المريض يعني كيف يشعر بالسعادة إذا كان مريضا؟ سيعاني، سيتألم. وبالتالي أيها الأحبة، يعني التخلص من الغضب هو مفتاح السعادة رقم واحد. أن تعرف كيف تتخلص من الغضب، وكيف تستثمر هذه السعادة من خلال الصبر. ماذا يقدم لك الصبر أخي الحبيب؟ يقدم لك دواء لكثير من مشاكل وهموم الحياة. سيدنا يعقوب، سأعطيكم مثال، تعرض لمصيبة كبيرة جدا يمكن أن تدمر سعادة عائلة بأكملها، أنه فقد أحب أولاده إليه عندما قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ماذا قال بعد ذلك؟ كيف عالج مشكلة فقدان إنسان عزيز على قلبه؟ كيف عالج مشكلة كبيرة جدا وحدثت بشكل مفاجئ؟ ونحن معظمنا لدينا مشاكل اليوم. من منا لم يفقد إنسان عزيز على قلبه؟ من منا لم يخسر في موقف أو في تجارة أو في علم أو غير ذلك؟ من منا لم يتعرض للأذى؟ فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذا رقم واحد أيها الأحبة، الصبر. لذلك كان مفتاح الجنة هو الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا الجنة. كل الأنبياء صبروا، من سيدنا آدم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، كانوا من الصابرين. إذن عندما تفقد الصبر تفقد جزء كبير من السعادة. الشيء الثاني أيها الأحبة، التسامح. التسامح والعفو هو مفتاح كبير جدا للسعادة. إذا فقدته تتحول حياتك إلى منغصات. حب الانتقام، حب الثأر، الغيظ في قلبك عندما يسيء إليك أحد، يعني لا تدري ماذا تفعل في هذا الموقف فتغضب. يعني أيضا هنا الغضب، المشكلة الغضب هو رأس حربة في تدمير السعادة. فإذا كان الصبر رقم واحد، العفو والتسامح هو رقم اثنين، لأن الله يحب المحسنين. انظروا كيف مدح الله العافين عن الناس، مدحهم وأعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. طيب هؤلاء المتقون ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. كظم الغيظ يحتاج إلى الصبر رقم واحد. سبحان الله، القرآن رتب لنا المراحل. رقم واحد قلنا الصبر. الصبر أن تكظم الغيظ، هذا الغيظ تكظمه وتخفيه، يحتاج إلى قوة إرادة ويحتاج إلى صبر كبير جدا. ثانيا العافين عن الناس. ثالثا
والله يحب المحسنين، سبحان الله. إذا الشيء الثالث الذي إذا فقدته تدمر سعادتك الإحسان. ما هو الإحسان أيها الأحبة؟ حب الخير للناس إحسان. الإنسان الذي لا يحب الخير، جامعة هارفارد، أنا تذكرت دراسة استمرت عشرات السنين، قالوا الذي يقوم بأعمال تطوعية والذي يقدم خدمات مجانية للناس يكون أكثر الناس سعادة وأطولهم عمرا، وهذه دراسة موجودة على موقع جامعة هارفارد الشهيرة. الإحسان أن تقدم خدمات مجانية للناس، وإلا لماذا خلقك الله؟ لماذا تحب الناس يقدموا لك خدمة مجانية؟ لماذا أنت تحب أن يساعدك الناس؟ لماذا تحب أن يكرمك الناس؟ لماذا تحب أن يعفو عنك الآخرون؟ إذن يجب أن تعامل الناس بالحسنى، تعاملهم بالخير، تكون من المحسنين. هذه ثلاثة أشياء أحبتي في الله، سألخص لكم هذا الموضوع المهم الذي لخصه الله لنا قبل 1400 سنة. الكاظمين الغيظ الصبر، والعافين عن الناس التسامح، والله يحب المحسنين الإحسان. طيب أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا في الآخرة. طيب في الدنيا ما هو الجزاء؟ هناك جزاء في الدنيا وهو السعادة الحقيقية والحياة المطمئنة. لذلك الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سبحان الله. يعني الحياة الطيبة هذه لا يحصل عليها حتى أصحاب المليارات إلا إذا اتقى الله وطبق هذه القواعد الثلاثة، وهي قواعد رئيسية تكون سببا في دخولك الجنة. لأن الله يقول أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سبحان الله. لذلك أحبتي في الله لا تنسوا هذه الآية الكريمة التي يمكن أن تغير حياتك في الدنيا، تضمن لك السعادة في الدنيا وتكون سببا في دخولك جنات تجري من تحتها الأنهار. تخلص من الغضب بالصبر، تخلص من الانتقام والغل بالتسامح والعفو، وتخلص من الحقد واللؤم والبخل والأنا بالإحسان. احفظوا هذه الآية رجاء. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.